هدف آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم است. حالا نوبت سرنگونی شیخ است. استأثرت تظاهرة المعارضة الإيرانية على اهتمام في وسائل الإعلام الدولية. رويترز: متظاهرون في باريس يحملون لافتات كتب عليها إيران حرة مع مريم رجوي. وكالة أنباء أسوشيتد بريس: دعوة لآلاف من مناصري المعارضة الإيرانية في مسيرة باريس لتغيير النظام في إيران. صحيفة واشنطن تايمز ونيويورك تايمز وواشنطن بوست: دعوة لآلاف من أنصار المعارضة المنفيين في باريس للإطاحة بالحكومة الدينية في الذكرى 40 لسقوط نظام الشاه. فوكس نيوز: متظاهرون يحملون منشورات تحمل صورتين لمريم رجوي زعيمة المجموعة ومسعود رجوي مؤسس هذه المجموعة. أسوشيتد بريس: انضم مجموع من المتحدثين إلى المسيرة يوم الجمعة. نشر صور منتخبة لتظاهرات من قبل وكالات الأنباء وشبكات التلفزيون ومن وكالات التصوير التابعة للاتحاد الأوروبي. سكاي نيوز وعدد من الشبكات التلفزيون العربية: تظاهرات المعارضة الإيرانية في باريس ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.